السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم كوزينا سون فيزا. معكم الشيف عبد السلام مازو سبيسيال في لي بيفي صالي فروا يشو. اليوم جبت لكم دي روسات جدد كما عودتكم انه كل يوم جمعايا روسات جدد. اليوم عندنا دي روسات اللي هي طومبور دو كروفات اورويت كوكو وعندنا بالمي وطوماط سيشي. نروحو نشوفو مع بعض المقادير تاع بالمي وطوماط سيشي. نسحقو لاباط فيتي، نسحقو رومارا اللي نحيت لها انا الورقة ديالها، نسحقو حوالي 3 علب تاع طوماط سيشي، ونسحقو جون دوف. اما بومبور دو كروفات نسحقو حبة بيض، 60 غرام تاع الفارينة، نص شاشي تاع لاليفر شيميك، كروفات، لافارين، 150 غرام تاع الويت كوكو. نبداو طريقة التحضير. نروحو نميكسيو نشوفو الى تنرحت، خلوها ابار. نروحو نفتحو لاباط فيتي ديالنا. لاباط فيتي مشاهدينا انه اللي ما يعرفش يخدمها لانه هي صعبة شوية في الخدمة ديالها، هاي متوفرة في الاسواق. نديرو لافارس ديالنا بهذا الشكل. كنتو شتو معايا من قبل شحال درت طوماط سيشي، باسكو طوماط سيشي كاين لي يخدمها في الدار ما يشريهاش. بهذه الطريقة ومن بعد نبدأ نرولي فيها بهذا الشكل. نبدأ من هذا الجانب نروليها مليح حتى نلحق للمنتصف، ونزيد نفس الطريقة من الجهة الأخرى بهذه الطريقة. نجبد السنيوة ديالي اللي راح نحطها ديريكت في الفور. عفوا مشاهدينا، ونحكوها في الصينية بهذا الشكل. وباش نغلق لنا نديرو لها جون دوف صفار البيض. ونحطها في الفريجيدار نص ساعة حتى تكون حكمت روحها، ومن بعد نحطها في الفور على درجة حرارة 200 تقريبا. حوالي ربع ساعة
ونروحو دوزيام روزات. شعلو الفرن باش نديرو الزيت سخون. ونبدا العمل ديالي. نديرو في 60 غرام هذيك تاع لافارين، نديرو حبه بيض ونزيدو لها نصف ملعقه تاع اوليفر شيميك بهذه الطريقه ونخلطهم. ونخلق الفارينة مع البيض ديالي حتى يولي لنا خليط متجانس بهذه الطريقة. أني تحصلت أنا على خليط. إذا كانت عندكم لافارين تشرب، باسكو كاين لافارين اللي تشرب كلش، يعني الزيت أو الماء أو شيء سائل آخر. أنا لافارين ديالي ما تشربش، تقدروا تزيدوا لها شويه ماء او مغرفه بيض. ونروحوا نبداو نبانيو. نسحقوا نديروها الكريفات ديالي، حبه كريفات في لافارين، من بعد في الخليط من بعد نوات كوكو بهذا الشكل. هالي كيفاش حنكونو تحصلنا عليها من بعد للقلي، ونكملو نفس الطريقة. مع الكريفات الاخرى نحاول نرولي الكريفات ديالي كاع في نواط كوكو باش نقيسها من كل جانب، والدايل ديالها نحاول ما نقيسوش باش يبقى لي في دريساج يجيني ملاح. بعد ما سخنت لي الزيت ديالي نحطها ديك حبات لي كروفات تاوعي يطيبو. نجيبو ان بابي لي يشرب لنا الزيت من لي كروفات ونكمل باقي لي كروفات ديالي بنفس الطريقه في لافارين، من بعد في الخليط اللي فيه لافارين والبيض، ومن بعد في نواط كوكو. بالك اللي يحكم الوصفه في المنتصف نعاود بلي فيها 60 غرام للخليط هذا، 60 غرام تاع لافارين، حبه بيض، نخلطهم مع بعض. وكما راكم تشوفوا نعاود الطريقة. راح نشوف الكريفات ديالي نقلبها، باسكو الكريفات ما تسحقش وقت كبير للطهي. مشاهدينا الكريفات بعد ما رايت نقلها لي وبارمي ديالي حطيته في الفريجيدار بعد ما يريح لي نص ساعه نحطه في الفرن 180 درجه بوندون حوالي 20 مينوت. فاصل تعاودوا تولوا تشوفوا معنا في صحن التقديم. عاود عليكم مشاهدينا من جديد بعد ما كنا وجدنا لي بلا ديالنا.
طومبور دو كروفات اللي كنت تخرج هي بصلصات الكيتشوب، اما بالمي دو طومات سيشي اللي تمشى معها طومات سيشي، سا ديبون لو غو تاع المشاهد. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتسيوهم في دياركم. نتلاقاو العدد المقبل بحول الله. سلام.